اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم الكابتن خطيب النهارده كان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا كان متواجد في مجلس الشيوخ وفي لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشيوخ برئاسه النائب ابراهيم حجازي، وشارك الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد لدراسه مخرجات اللجنه الاولمبيه الدوليه وتعظيم استفاده الاتحادات الرياضيه المصريه منها. يأتي ذلك في ضوء ما يتم من مناقشات بشأن منظومة الرياضة في مصر والنهوض بها والتعرف على رؤية الشخصيات الرياضية الفاعلة بالمجتمع المصري من أجل تقديم رؤيتهم والتعرف عليهم والاستفادة منها. دايما الأندية الكبيرة، نادي الأهلي أكبر نادي في مصر، أكبر نادي في أفريقيا، وبالتالي رئيس مجلس إدارته بعيدا عن هو طبعا النجم الكبير والأسطورة الكبيرة كابتن محمود الخطيب بيتم الاستعانة بيه عشان يعرف وجهات نظره في كيف يتم تطوير الرياضة خلال الفترة القادمة، وكيفية التعامل مع اللجنة الأولمبية ودراسة مخرجات الحاجات أو القرارات اللي بيتم أو بتخرج من اللجنة الأولمبية الدولية علشان يتم تنفيذها وكيفية تنفيذها خلال الفترة القادمة. كلام مهم وكلام الحقيقة بنحترمه جدا. نتمنى أن يكون هناك اجتماعات زي دي كتيرة جدا علشان الناس نبتدي بقى نحس بتغير بيحصل في الرياضه المصريه، حتى على يعني احنا شايفين انشاءات كثيره جدا بتحصل وامور كثيره جدا بتحصل، ولكن من الناحيه القانونيه ومن ناحيه بعض البنود القانونيه محتاجين اكثر تطورا او اكثر تطويرا خلال الفتره القادمه.